قال الكاتب أحمد ناصر حميدان إن تأمل ما تعرض له الصحفي أحمد ماهر في عدن من تعذيب بواسطة ميليشيا الانتقالي ليس لجريمة اقترفها، بل لأنه صحفي، كما أن غياب الدولة التي تستوعب كل الأفكار وإن اختلفت وتضبطها بالنظام والقانون هو أحد الأسباب التي جعلت الميليشيا ترتكب الجرائم تلو الجرائم بحق الصحفيين دون رقيب أو حسيب. وأضاف الكاتب في مقال نشره موقع المهرية نت إن الإشكالية اليوم تتمثل في إلزام الصحفي بالخضوع للقوي والمستبد والمتعجرف، وإلا فإنه معرض للتنمر، ويمكن أن يصل به الحال إلى اختيار الخروج من الوطن إلى مكان يشعر فيه بالأمان والاستقرار. ولفت إلى أن المجتمع اليمني لم يرى أي متهم مدانا في كل العمليات الإرهابية التي نفذت في عدن، متسائلا أين قتلت المحافظ الشهيد جعفر محمد سعد وقتلت أئمة المساجد ورجال الدولة والأمن والمعلمين، والقائمة طويلة، وأين كل المجرمين والمعلن القبض عليهم، مطالبا في نهاية مقاله بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر وإيقاف الانتهاكات في عدن.